العيد. يابا رجعني يابا. يلا شوف كل الكفته اللي عامله. ما كانش ربع كله لحم على كله ده. يلا انت بتفهم حاجه دي يا ابني؟ عشان الايه؟ بص بقى معايا، اللحمه تمسك في السيخ فهي هتبقى حلوه. الروح تعرف الناس اللي بتقعد في العربيات بره اللي يطلعوا عاملين كلها دي هما بيه. يلا يا بابا ماما انا جعان. يلا هتخلص. يلا يلا روح يا حبيبي. ايه بس خلصها. يلا يا بابا. يلا يا بابا. يلا ربع. هو سلام يا سلام يا سلام كفتة سلام سلام يا سلام. والأكل في الزمن ده بسرعة بيستوي. يلا نو خد انت. يلا نو خد يلا على شكل الأكل. يلا خد الأكل. يلا قوم يلا ناكل على السفرة. ناكل على السفرة وبعدين تتكسر ونجيب واحدة. يا عم تعالى ناكل. ايه في اللومه دي؟ تعالى ايه في اللومه؟ ايه في اللومه؟ ليه يا ابني بتخوني ليه؟ ده انا ابو حبيبك مش هاكل حاجه من غيرك. روح اقفل الباب. روح اقفل الباب حبيبي عليا. انت لا انت لو قفلت الباب الوجع هيبقى وحش عشان محدش يطلع عليك. يلا يا ابني. لا يا ابني لو رحت اقفله على مروحه هكون انت كلت. لا والله ما هاكل حاجه. علينا الحركات دي يا بابا. لا مش عارف. لا لا مش هوصف فيها. لا اوصف فيها. انا شوف حبيبي انا هضرك يعني حبيبي. انت بتاكل ازاي؟ شفت يا بابا؟ حبيبي انا كنت برتبهم بس. اهو مقفله انا. اهو مقفله عشان انت بتخوني دايما. ماشي. جيب شيء يا بابا. منها كفته. كلام. حبيبك يا رب. ماشي. شايف؟ وانا اللي كنت بعملها على امك تاكل اللقمه وتفكرني انا اللي باكل. طلعت انت اللي خير وما بتشوفش. يا عم دول انا من واكلها يا عم. طب قوم اقفل الباب يلا. طب عليا النعمه ما احنا قافلين. يلا. السلام عليكم. وعليكم. ايه ده انتوا عاملين كفته النهارده؟ انتوا عاملين كفته؟ اه. اقعد اقعد يا زياد. تعال تعال اقعد. عمو عازمنا. عمو عازمنا. ما تتكسفش. عايزك تتكسف. اقعد اقعد يا زياد. عازمنا. قول يا زياد. عمو عازمنا. ممكن عمري بقول ايه؟ احسن جبنه. قول انت. والله عليك يا حبيبي. خلاص يا زياد كاتي يا زياد. شبعت. شكرا يا عم. شكرا يا عم. شكرا. احنا جينا وقت تاني بقى عشان احنا جينا في وقت تاني. عايزين حاجة؟ شكرا. يا معلم. يلا يا زياد. اتفضل. حبك لا بتحبك ولا حاجة. كنا عبد ابن الكلب. ابن الكلب. في يابا. قلت لك 100 مرة اقفل الباب. ادي قوم كانوا اللقمة بتاعتنا.